السلام عليكم إخواني أخواتي، أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة. اليوم اخترت لكم موضوع هو تخزين الذرة على شكل رطب طول السنة، يعني سراج الذرة. هذا السراج الذي أصبح ذو أهمية بالغة منذ فترة مضت، إلا أن الاهتمام به أصبح يتزايد باستمرار في الآونة الأخيرة نظرا لما يجتزيه من ثقل الموازنة الغذائية لذا القطيع، خاصة عند الحيوانات المجترة الموجهة لإنتاج الحليب. لهذا يجب إنجاح هذه العملية، وكل خلال في هذه العملية قد يؤدي إلى مشاكل بالجملة في سلسلة الإنتاج. ومن مميزات سلاج الذرة، يساهم في حل مشكلة العلف الأخضر، كذلك يخفض من مساحة الكلى الأخضر، يقلل من تكاليف التغذية، ويرفع من إنتاج الحليب، وخامسا يساعد المزارعين على التخلص بطريقة آمنة من الحطب مصدر الحرائق والقوارض والآفات الزراعية، يعني الأعلاف التي تكون مخزنة بشكل يعني جافة بترتيب وغير ذلك تكون معرضة للحرائق والقوارض والآفات الزراعية. لكي لا أطيل عليكم، سأنتقل إن شاء الله مباشرة إلى التوقيت المناسب لحصاد أو للحش، حيث يعد التوقيت أمرا حاسما للحصول على المحصول في المرحلة المناسبة وذو جودة عالية. باختصار شديد، لاختبار مرحلة الحصاد يجب أن تضغط على نواة عشوائية، أي حبوب الذرة، بين أصابعك لترى مدى نعومتها في مرحلة العجين الطري. يجب أن تخرج من البذور مادة بيضاء تشبه العجينة بعد الضغط عليها. إذا كان السائل أكثر من المعجون فإن المحصول ليس جاهزا تماما بعد، ولكنه يقترب جدا. هذه المرحلة تبقى أحسن فترة أو مرحلة التي تطلق عليها الفترة الحليبية المعجنة، كما تسمى بالفرنسية la période litou pâteau، حيث تبقى هي أحسن وأفضل فترة لحش الذرة المعدة للسلوجة والحصول على سلاج ذو جودة عالية. بعد وصول الذرة إلى المرحلة المطلوبة تتم عملية الحش من أجل السلوجة، حيث تكون نسبة المادة الجافة بين 30 و 35%. يعتبر هذا الطور التوقيت الذي يوافق القيمة العلفية القصوى، حيث يبلغ نسبة البذور أو تبلغ نسبة البذور من مجمل مجموع المادة الجافة بين 40 إلى 50%، والقيمة العلفية 0.91% بالنسبة للحليب. يجب تنظيم عملية الحصاد تنظيما محكما للتمكين من الحش والنقل والضغط المركز في مكان الحفظ، وذلك لحفظ قيمة السلاج وضمان نجاح عملية السلوجة. يتم هذا باستعمال الآلات الخاصة بهذا الغرض، كما يتم الحش وقطع الذرة إلى أطراف صغيرة بواسطة آلات السلوجة الخاصة كما هو مشاهد في الفيديو. كما نقترح استعمال آلة السلوجة التي تتوفر على منقار لحش وقطع الذرة إلى أطراف صغيرة يبلغ حجمها ما بين 5 إلى 7 ملمترات، ولا يجب أن ننسى الإشارة إلى ضرورة اقتناء اليافاً من البلاستيك لتغطية المطمورة أو السيلو باللغة الفرنسية. ولتفادي الضياع في القيمة الغذائية للسلاج، يجب التعجيل بملء وضغط وغلق المطمورة بإحكام، كما يتعين وضع أكياس من الرمل أو التراب أو العجلات المطاطية المستعملة لتثبيت غطاء البلاستيك. يجب أن يحتوي قعر المطمورة على قناة تمكن من تصريف العصير المترتب على دك الذرة، لأن كلما بقي الماء في داخل المطمورة إلا وبقي الكلى معرضا للتعفن والتلف، ومن ذلك تدني قيمته الغذائية، يعني تصبح جودته رديئة.
كما نوصي بأن يتوفر من 2 إلى 4 زرارات أثناء عملية الحصاد أو الحش، الأول لجر آلة السلوجة والعربة، والثاني يتم تزويده بعربة للنقل، والثالث لدك الذرة بعد تفريغها في المطمورة. بصفة عامة يتغير عدد الجرارات الواجب استعمالها وقوتها حسب نوع آلة السلوجة المستعملة وطاقتها والمسافة الفاصلة بين الحقل ومكان المطمورة. كما نوصي أيضا بأن يكون الحقل المزروع بالذرة لأجل السلوجة على مقربة من المطمورة للتقليل من تكلفة النقل ولإنجاز عملية السلوجة بسرعة، لأن السرعة في الإنجاز هي شروط نجاح هذه العملية. بعد الانتهاء من عملية الحش أو الحصاد ووضع السلاج في المطمورة ودكه وتغطيته بإحكام، يمكننا أن نبدأ باستغلال السلاج وتقديمه للحيوانات بعد 4 أو 5 أسابيع على الأقل من تاريخ غلق المطمورة، ويمكن الاحتفاظ به لمدة تفوق سنة أو سنتين. وعند فتح المطمورة يجب إزالة الرمل والتراب أو التبن المستعمل لتثبيت غطاء البلاستيك وطيه على مسافة 1 أو 2 متر فوق المطمورة لكي يحفظ الكلاء المخزون من سقوط الرمل أو التراب عليه. يبقى البلاستيك مطويا إلى الأعلى عدا وقت سقوط المطر. كما يجب كذلك تنقية السلاج من العفونات التي عادة ما تكون في الجوانب المتصلة بالهواء. كذلك يجب الاستمرار في استهلاك السلاج تدريجيا وبسرعة تناهز 15 إلى 20 سنتيمتر في اليوم. أما بالنسبة للقيمة الغذائية لسلوجة الذرة أو لونسيلاج دوميس فإنها تتغير حسب الصنف وكذلك تاريخ أو طور الحش ونسبة الحب أو البذور بالنسبة للمادة الجافة الإجمالية. وبهذا إخواني أخواتي نكون قد أنهينا هذه الحلقة التي تحدثت فيها عن سلاج الذرة أو لونسيلاج دوميس. أنا حاولت أن أختصر بشدة لكي لا أطيل عليكم، لأن موضوع السلوجة هو موضوع كبير، لأن هنالك عدة أنواع من الأعلاف التي يتم تخزينها عن طريق السلوجة، الخرطال والشعير والقمح وغير ذلك والفصة، وهناك أنواع كثيرة من النباتات التي يتم تخزينها عن طريق السلوجة. إذا كان هناك أي سؤال فاتركوه في تعليق إن شاء الله سأحاول أن أجيب عليه باختصار، وإذا كانت أي ملاحظة أو غير ذلك فاتركوها في التعليق، وإذا تقترحون أي موضوع يتعلق بتربية المواشي فأنا إن شاء الله سأقوم بالبحث عنه وسأنشره لكي نستفيد جميعا إن شاء الله. والسلام عليكم إخواني أخواتي.